In the name of Allah, the most merciful. بسم الله الرحمن الرحيم. حبايبي سنة تانية اعدادي، وحشتوني جدا الفترة اللي فاتت. خلاص خلصنا امتحانات الحمد لله. امتحان عدى على خير. امتحانات بسيطة جدا وسهلة، حاجة يعني مية مية بالنسبة لكم. كلكم فرحانين باللي بيحصل ده، بس اوعى تنسى ان ده مش كويس او مش في مصلحتك بعدين. ان انت لو هتعتمد على الامتحان المجمع ده ومتعدد التخصصات ده، انت كده لو قلت بقى انا هذاكر على قد الامتحان، يبقى انت كده بتضيع نفسك وبتضيع مجهودك وبتضيع مصاريف باباك ومامتك. حبيبي احنا بنتعلم زي ما بقول عشان نتعلم. الفترة اللي فاتت كنتوا متابعيني على اليوتيوب بتاعنا تامر محمد، ان شاء الله راجعين الترم التاني اقوى واحسن وافضل بفيديوهات قوية جدا، شرح للجرامر بتاعنا وبعض النصايح اللي انا هنصحك بيها كاخوك الكبير او كباباك. ان انت لازم تذاكر، ان انت من اول يوم تجتهد، اوعى تكسل، اوعى تقول انا هذاكر قبل الامتحان بيوم او باثنين وهقعد اتفرج على الفيديوهات كلها مرة واحدة. لا، ما ينفعش. التعليم يا جماعة ما هو الا خبرات بتكتسبها واحدة واحدة. ما ينفعش ان انت تكون كل حاجة عليك ليلة الامتحان. ما ينفعش ان انا اجيب كل الفيديوهات واقعد ادور، مستر تامر فين الفيديو بتاع الماضي البسيط، مستر تامر فين الفيديو بتاع المستقبل، مستر تامر. ما ينفعش ما ينفعش. حضرتك من اول يوم ابدا معايا اهوت، اعمل لنفسك جدول مذاكرة هنشرح لك فيها كل اللي انت عاوزه، ولو اي حاجة ما انتش فاهمها قول لي، ابعتها لي في كومنت على اليوتيوب او على الفيديو، قول لي انا مستر مش فاهم الجزء دي، ممكن تشرحه لي وانا تحت امرك هشرحه لك عادي، مفيش اي مشكله. المهم ان انت تابع معايا اول باول، وما تنساش ان انت تشترك في القناه وتفعل الجرس وتشير الفيديو لاكبر عدد من اصحابك. عاوزين قناتنا تكبر بيكم ان شاء الله. دايما سنه تانية اعدادي هي بتجيب اعلى مشاهدات واحسن فيديوهات بالنسبه لي، لان فيها مشاهدات كتيره وفيها كومنتات وفيها لايكات. فانا عاوز معاكم ان احنا نستمر على كده ان شاء الله. نبدا النهارده اول درس في الترم الثاني، يونت 7 تكنولوجي اند ذا فيوتشر، التكنولوجيا والمستقبل. اول حاجه عندي في يونت 7 اللي هو زمن ذا فيوتشر، زمن المستقبل. زمن المستقبل يا شباب اللي هو بيعبر عن حدث سوف يحدث في المستقبل، حاجة هتحصل لسه في المستقبل، حاجة ما حصلتش لسه هتحصل tomorrow بكرة غدا tomorrow. دي الكلمات الكيوردز بتاعتي، الكيوردز اللي هي الكلمات الدالة على زمن المستقبل. tomorrow next، ممكن تبقى next week، ممكن تبقى next month، ممكن تبقى next year، next weekend وهكذا. المهم كلمة next، كلمة soon قريبا، دايما بنشاهدها على الأفلام يقول لك soon أو مسلسل جاي قريبا يبقى soon. كلمة in the future في المستقبل، كلمة tonight الليلة، اي سنة في المستقبل. احنا دلوقتي في 2021، لما اقول لك 2025 ده بيدل على المستقبل، يبقى دي الكيوردز بتاعتي اللي انت لازم تعرفها وتحفظها كويس جدا، وتعرف ان الكلمات دي دالة على المستقبل. tomorrow next soon in the future tonight، اي سنة فين في المستقبل. طيب لما الاقي كلمة من دولة يا مستر، يبقى انا حضرتك هتختار في التشوز well كده او ابوستروف ال ال، او وونت او ويل نوت، الاثنين واحد. ويل في المثبت، ويل دبليو اي ال ال او ابوستروف ال ال، او وونت او ويل نوت. طبعا اللي دايما بنستخدمه يا شباب هو ايه؟ بنستخدم ويل وونت بلس انفينيتيف المصدر. يبقى حضرتك لما بتلاقي كلمه من دولت بتختار ويل او وونت. اديني مثال اهو، مثال اهو اكزامبل، I أقول لك اختار go ولا goes ولا I am going ولا will go to Alex tomorrow.
انا رايح اسكندريه غدا، هنا تومورو هتاخد ويل جو. يبقى حضرتك اول ما بتلاقي كلمه من دولت تومورو نيكست سول ان ذا فيوتشر، اي سنه في المستقبل، التكوين بتاعي اللي هو ويل او وونت والمصدر يقول لك she won't visit her relatives، هي مش هتزور اقاربها next week، الاسبوع اللي جاي، ممكن يبقى عندها امتحانات، she has an exam، عندها امتحان، فهنا قلت won't visit master. برضو ممكن يسألك في الامتحان يقول لك will و visits، وحط لك قط، طبعا غلط، المفروض تبقى visit، يبقى انا will والمصدر او won't والمصدر، هي ده دل على المستقبل. طيب المستقبل كمان بيعبر عن التنبؤ عن حدث، تنبؤ في المستقبل حاجه هتحصل بكره، ممكن تحصل الاسبوع اللي جاي، اهبط I think، اعتقد it will rain tomorrow، اعتقد ان الدنيا هتمطر بكره، ادي كلمه think انا اعتقد، ممكن كلمه expect يتوقع، في كلمات او expressions بتيجي مع المستقبل، هنا اخترت يا جماعه will rain، ليه يا مستر؟ عشان هنا انا بتوقع او بتنبأ بحاجه هتحصل في المستقبل، يبقى التنبؤ بحدث في المستقبل، وخد بالك من غير دليل، انا بتنبأ ان الدنيا هتشتي بكره وخلاص، فقلت will rain، فلما تتنبأ بدون دليل تاخد will والمصدر. طب مستر انا عاوز اعرف الاكسبريشنز اللي لما الاقيها برضو التعبيرات، لما الاقيها اخد will والمصدر، اهي كلمه I think، كلمه expect، كلمه hope، كلمه I'm sure، انا متاكد، دي كلمات بتيجي مع المستقبل، كلمه perhaps، ربما، maybe، ربما، كلمه probably، من المحتمل، كلمه probable برضو، probable، دي كلمات بتدل على المستقبل، I hope، I promise، بوعدك، promise، I'm sure، I think، يبقى أنت لما تلاقي كلمة من دولت وأنت مغمض في الامتحان تاخد will، يبقى أنا دلوقتي برضو زي ما قلت لك tomorrow، next، soon، in the future، tonight، أي سنة في المستقبل هتختار will أو won't. تاني عشان الامتحان لو جيت شوز زي اللي هو متعدد التخصصات ده، الامتحان بيجي تشوز، فانا دلوقتي هلاقي كلمه من دولت tomorrow next soon in the future، اي سنه في المستقبل، هاخد will او won't، هلاقي probably probably، كلمه think expect perhaps promise hope I'm sure maybe، تاخد will او won't، يجي الامتحان اهو يقول لك I promise، انا بوعدك، I، ويقول لك اختار by ولا will by ولا I am going to buy you a mobile، انا بوعدك هشتري لك موبايل، اول ما تلاقي كلمه promise ايوه اختار will buy، يبقى الكلمات ديت بتعرفك ان انت لازم تختار ايه، اللي هي promise send expect perhaps hope I'm sure maybe probably probably، اكتبها ورايا واحفظها، تمام؟ طيب نمسح ده كده، يبقى دي الكلمات اللي بتدل على المستقبل وبتعرفك احنا لازم ناخد ايه؟ مستقبل، لازم ناخد ايه يا شباب؟ مستقبل. في عندي اكسبريشن كمان يا اولاد اسمه will be able to، لازم اعرفه. معناه ايه؟ سوف يكون قادر على، will be able to، اكتب ورايا، سوف يكون قادرا على، won't be able to، لن يكون قادرا على، لما تكون انت قادر على حاجة في المستقبل يقول لك ايه؟ if I go shopping، بس انا مش عايز اخش في اف دلوقتي لان انا هشرح اف وين،
لان قاعده اف وين ديت هنستخدمها. بس خلينا في المثال ده I will be able to. I will be able to. انا سوف اكون قادر على do my homework alone. انا هكون قادر ان انا اعمل واجبي بمفردي اهو. ده اكسبريشن على بعضه. سوف يكون قادر على. ممكن اقول I won't be able to. مش هكون قادر ان انا اعمل واجبي لوحدي. I want your help. انا محتاج مساعدتك. يبقى ده كمان اكسبريشن بستخدمه في المستقبل. انا بديك الحاجات اللي تعرف بقى تحل بيها وتبقى فاهم القاعده كويس. قلنا خلاص لما الاقي tomorrow next soon in the future اي سنه في المستقبل هاخد will او want والمصدر. لما الاقي expect لما الاقي sure لما الاقي think لما الاقي promise probably maybe perhaps اخد will والمصدر او want والمصدر. خد بالك انا بعلمك ازاي تختار. عرفت المصطلح ده؟ تمام قوي. عندي بقى قاعده في منتهى الاهميه والاصلا المفروض نخش فيها على طول بس انا بفهمك ده المستقبل. ده انا شارح المستقبل في قاعده كامله على اليوتيوب اللي هي اشكال المستقبل ممكن تتابعها لو انت عاوز تزود معلوماتك اللي هي اشكال المستقبل للصف الثالث الاعدادي. هناخدها لغايه ثالثه ثانوي. دي مهم قوي لو انت عاوز تعرف المستقبل كله. انا بديك جزء من المستقبل النهارده اللي عليك عشان تبقى انت عارفه. طيب القاعده بتقول ايه؟ اف ركز بقى معايا او وين. اف يعني لو وين يعني عندما. بيجي بعدهم ايه؟ بريزنت سمبل مضارع بسيط. دي الجمله الاولى. جمله الشرط. جمله الشرط. طب جواب الشرط بجيب will او won't بلس المصدر المستقبل البسيط. ده اسمه جواب الشرط. شوف مثال كده. طبعا افكرك بالبريزنت سيمبل فاكره موجود برضه شرح البريزنت سيمبل المضارع البسيط لو انت ما انتش فاهمه اتفرج عليه في الفيديو اللي انا منزله قبل كده على اليوتيوب برضه. بريزنت سيمبل المضارع البسيط. المضارع البسيط بينقسم لقسمين الجمع والمفرد. الجمع اللي هو اي او وي او يو او زي وهنا بجيب المصدر. المفرد اللي هو هي او شي او ات او اي اسم مفرد وبحط اس او اي اس او اي اي اس. تعال معايا واحده واحده كده. او اف اي هنا اي يبقى لازم اجيب فعل في المصدر. اف اي ستادي هارد لو ذاكرت بجد. study مصدر ده اسمه فعل الشرط. لو انا ذاكرت بجد ايه اللي هيحصل؟ الاجابه I will succeed. انا هنجح. جبت will والمصدر. هي دي قاعده اف. ان هو في الامتحان هيجي لك study وانت تختار will succeed. يجي لك will succeed وانت تختار study. كمان واحده when he when he finishes. ايه ده؟ ما هو هي مفرد حطيت اي اس. وين هي فينيشز يبقى هي وشو بقت بياخدوا اس او اي اس او اي اي اس. بريزنت سيمبل اهو. اف وين بريزنت سيمبل مره مصدر ومره اس او اي اس او اي اي اس. اف وين هي فينيشز هيز ورك لما يخلص شغله هي ويل جو اوت هيخرج. جيت وين والمصدر. خد بالك انت ممكن برضه تجيب فاكر الاكسبريشن اللي كتبته اللي هو سوف يكون قادر على. ممكن استخدمه هنا will be able to او won't be able to will مصدر. يعني ممكن استخدمه ممكن استخدمه اهو في نفس المثال when he finishes his work لما يخلص شغله he will be able to go out هيكون قادر ان هو يخرج. كمان امثله يا مستر عشان افهم اكتر. تعالى اهو ومال انا لسه بيبقى فاهم كويس. اكزامبلز كمان. اف اي هاف هنا جبت اي هاف. طب لو جبت هي هجيب هاز. ما هو اي وي وي وزي مصدر هي وشي وات
اس او اي اس او اي اي اس if he has enough money. ده هو معاه فلوس كفاية. الجملة التانية لازم تكون will والمصدر. He will buy a new car. هيكون قادر ان هو يشتري عربية. Will be, will buy, will والمصدر. طب ممكن اقول will be able to buy a new car. صح صح، ما عنديش اي مشكلة. حسب ما تجيلك بقى انت في اللي تشوز، حسب ما يجيلك في اللي تشوز او الكوريكت، تبقى انت فاهم ده كويس قوي. ان هنا بريزنت سمبل، هنا ويل والمصدر. ساعات بيجيلك اف في النص او وين، هي هي، خد بالك. لو جات لك النص برضه بريزنت سمبل بعدها. طب قبلها ويل والمصدر او وونت والمصدر، مفيش اي مشكله خالص. مثال كمان يا مستر اهو، هات لي مثال، مثال على دي. عاوز احط اف في النص، عاوز احط اف ايه في النص او وين، اف او وين. هات ده كده، حطها له اف، هتجيب دي في الاول. هي ويل باي ا كار، هي ويل باي ا كار. اف هي هاز ا لوت اوف ماني، لو هو معاه فلوس كفايه. عملت ايه؟ جبت اف وين في النص، جبت اف او ان في النص، جبت بعدها هاز، لكن اللي قبلها ويل والمصدر. ما جيش بقى وانت بتختار تقول لي اجيب اف واجيب بعدها ويل، كده انت غلط، كده انت بتعك، كده غلط. ما ينفعش بعد اف اجيب ويل، ويل تبقى في الجمله الثانيه اللي هي جواب الشرط، لكن فعل الشرط بريزنت سيمبل، مضارع بسيط. برضه ساعات يبقى الحته دي مهمه قوي، ان اف بيجي بعدها بريزنت سيمبل والجمله الثانيه will والمصدر. if when present simple والجملة الثانية will or won't والمصدر. ساعات بتيجي في النصيحة، ولو جت نصيحة اللي هي ازاي بتجيب if او when، يجي بعدهم present simple مضارع بسيط، بس مش هتستخدم will بقى، هنا هتستخدم فاعل وشد وشودنت والمصدر. بتجيب مضارع بسيط وشود وشودنت والمصدر. ازاي؟ اهو اف اي اف اي ام ليت، لو انا متاخر فين المضارع بسيط؟ ما هو المضارع بسيط ممكن يبقى ام واز واه عادي، اه عادي يا مستر، وممكن اجيبه في النفي دونت ودازنت، مفيش اي مشكله. هديك مثال برضه، اف اي ام ليت لو انا متاخر، يعني انا ممكن يا مستر اجيب في البريزنت سيمبل ام واز ار، ايوه ممكن تجيب اما واذا اه. If I'm late I should woke up early، انا لازم اصحى بدري. نصيحه، نصيحه بنصحك، لو انا اولا انت بتنصح نفسك، لو انا اتاخرت انا لازم اصحى بدري. طيب كمان مثال يا بيست، if you fail the exam، لو انت سقطت في الامتحان بعد الشهر دي انا هنكم ادي يو اهي تاخد المصدر. لو انت فشلت في الامتحان يو شود ستادي هارد، لازم تذاكر بجد. شود والمصدر، يبقى احنا ممكن نستخدم شود وشودنت. اه اف كمان مثال، اف يو اف يو ار هيفي، لو انت تقيل في الوزن، اف يو ار هيفي جبت ار، يو شود او يو شودنت، خليها شودنت، بنصحك لو انت وزنك تقيل يو شودنت ايت تو ماتش، ما تاكلش كتير، بنصحك برضه. يبقى انا ممكن اجيب مع اف وين بريزنت سيمبل، وفي النصيحه شود وشودنت، لان هي ممكن تكون نصيحه. يبقى انا عندي النهارده عرفت المستقبل بيكون من ويل والمصدر، وممكن وعرفت بيجي مع مين، مع ويل وتومورو تومورو ونيكست وسون ان ذا فيوتشر، واي سنه في المستقبل، وعرفت الكلمات الدالة عليه، وعرفت كمان التعبيرات الاكسبريشن اللي هي بروميس وهوب واكسبكت وام شور وبروبابلي، وعرفت ان وين واف بيجي بعدهم بريزنت سيمبل مضارع بسيط. اه بس انا اقول لك ان في ممكن اقول اف يو دونت، اه ممكن اجيب دونت اي وي ويو زي بياخدوا دونت، هي وشي ويت بياخدوا دازنت. If you don't أو if he doesn't study hard،
لو هو ما ذاكرش بجد ايه اللي هيحصل؟ هي ويل فيل، هيفشل. جبت مين هنا؟ دونت ودازنت ومصدر، ده مضارع بسيط برضه. ما احنا عارفين ان المضارع البسيط بنفيه بدونت ودازنت، وجبت هنا ويل والمصدر. ممكن اقول هي وونت سكسيد، هو مش هينجح. حاجات كده لازم تحفظها وتفهمها معايا. يبقى اف وين، وانت بتختار لازم اللي يجي بعد اف وين بريزنت سيمبل، مضارع بسيط. الجمله التانيه بقى ممكن تتغير، ممكن تبقى ويل والمصدر، ممكن تبقى وونت والمصدر، ممكن تبقى ويل بي ايبل تو، او وونت بي، وونت بي ايبل تو، او لو نصيحه شود وشودنت والمصدر. يا رب النهارده اكون حاولت ان انا ابسط لك المعلومه واوصلها لك بشكل كويس جدا وتكون فهمتها مني. زي ما قلت لك تابعنا الفتره اللي جايه، محضرين لك شغل حلو جدا وبسيط. اتفرج على الفيديو بتاع البريزنت سيمبل، مضارع بسيط قبل القاعده كمان، يعني لو انت ما فهمتوش مضارع بسيط، اتفرج على الفيديو بتاع المستقبل لوحده لو انت عاوز معلومات كتيره. وادي يونت 7 شرحت لك الجرامر بتاعه التكنولوجي اند ذا فيوتشر. ما تنسنيش ادعي لي دعوه حلوه كده من قلبك، شير الفيديو، ابعته لكل اصحابك اللي عندك، خليهم يشتركوا في القناه، عاوزين نكبر بيكم علشان نستمر بفضلكم ان شاء الله. راح اشوف